نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية الحربية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية لأفراد القوات المسلحة والتواصل مع أبناء الشعب المصري. بدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول إمكانات المستشفى وما تقدمه من خدمات ورعاية طبية متطورة في مجال علاج الحروق، وقيام طلبة الأكاديمية بجولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى وتقديم الدعم للنزلاء والمساهمة في رسم البسمة على وجوههم. تأتي الزيارة في إطار جهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات المجتمع المدني والمنشآت الطبية ذات البعد الإنساني ودعم دورها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ورفع روحهم المعنوية.